በንግግራቸው ስለተግባራቸው ስለሁለመናም ሁኔታቸው እንዴት አላህን عز وجل ይፈሩ እንደነበረ ራሳቸውን ይመረምሩ እንደነበረ የተወሰነ ናሙና እየወሰድን ራሳችንን እንታዘብ ራሳችንን እንገምግም ራሳችንን መረምራለን አንመረምርም የሚለውን ነገር እናስብ አንደኛ ሐሰቡ انفسهم على اقوالهم ቀደምቶቻችን ስለ ንግግራቸው ራሳቸውን ይመረምሩ ነበር በነገራችን ላይ ቃላት ንግግር ታቃላችሁ ትልቅ ተጽዕኖ አለው ትልቅ አደጋ አለው በኸይርም ይሁን በሸር አንዳንዴ ከአንድ ሰው ከኛ የሚወጣው ቃል አንድ ሰው ለዱንያም በዱንያም ይሁን በአኺራ እድለኛ ደስተኛ እንዲሆን ሊያደርገው ይችላል አንዳንዴ ደግሞ ከኛ አንደበት የሚወጣ ቃል የሚወረወር ቃል በዱንያም ይሁን በአኺራ ህይወት ላለው ለብዙ ሰዎች ህይወት መበላሸት እድለቢስነት ምክንያት ሊሆን ይችላል ይህም የተመለከተ رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قال الله ملكتني عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم من قال الله ملكتني عليه الصلاة والسلام عندك الله سبنا مسالي يهونن قال يورور على له الله ان يمسدست دس يميل قال يناجر يهونال يهن قال سيناجر ملكام نجر نو قالو غمتنا بوتا لا يسطو يشلال لا يلقي لها بالا دنت لا ينور وين بوتا لا يسطو يشلال نجر كن الله بزي قال يتنسى بتشا كفي على درجه ينورون عندن دي جت محل بهوت است يهون سيمطانا ታስተውሰኛለህ ይላል አረ አላስተውሰህም የሆነ ቀን ቆመጥቼ እንዲህ ብዬ ጠይቄ ወይም እንዲህ የሳናገረ እንዲህ የሚል መልካም ቃል ተናገርክና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ህይወቴ ተቀየረ ይላል አንተ ቦታ አልሰጣሁም ቃል ወይም ግምት አልሰጣሁም በዚህ የተነሳ ደረጃህ ከፍ ይላል ጥሩ ቃል ሰውን ይገነባል አገር ይገነባል ትውልድ ይገነባል አንሰም በዛም መጥፎ ቃል አገር ያፈርሳል ትውልድ ያፈርሳል የግለሰብ ማንነትን ያፈርሳል ብዙ ነገር ያሳጣል ስለዚህ ምን አለ ረሱል አለይሂ ሰላተ ሰላም ወእነ العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله الله ان ያስቆጣ የሆነ ቃል ወርወር ሊያርግ ይችላል እንደ ቀልደም እንደ ቁም ነገር በሆነ መልኩ ምንም ቦታ ሳይሰጠው ይቀራል ነገር ግን ይህ ጀሃነም ውስጥ ተምዘግዝጎ ለመወርወር ምክንያት የሆነዋል አለ ረሱል አለይሂ ሰላተ ሰላም ኢذن ቃላት ከባድ ነውና ስለዚህም ነው ሰለፎች ከምንም ብዙ አይነት መሐሳብ ያደርጋሉ ሁሉም ላይ መሐሳባቸው ጠንካራ ነው ራሳቸውን መመረመራቸው በንግግራቸው ላይ ጉዳይ ላይ ራሳቸውን ይመረምሩ ነበር ለምን ቁርአን ላይ የተቀመጠ ወነታ ስላለ ነው ማልፈዙ ምን ቀውል ኢላ ለደይ ረቂቡን አቲድ በቃ በቁጥጥር ስር እንዳለ ያቃል አንድ ቃልን አይተነፍሳትም ይላል አላህ አይናገርም አይወረውርም ያንን ቃል እሱ ዘንድ ረቂብና አቲድ ቢኖር እንጂ በቃ መላእክቶች ቁጭ ብለው መዘግባሉ ይሄን ስለሚያቁ በጣም ራሳቸውን ይመረምሩ ነበር ስለዚህ ምሳሌ እንወሰድና አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ ቀይስ እንደሚነግሩን قال رأيت أبا بكر آخذا بطرف لسانه يقول هذا أوردني الموارد هذا الذي أوردني الموارد أبو بكر الصديق بزوج زي مساء ملاسات شوني يزو انديه لنبر قد يمي سران جيه ملاسينو إيالو تلاق موسين ناقرو بزوج زي استوي يالو إلال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه راسات شوني سيوكسو انديه لنبر عندك زي صفا لا يوتنا ملاساتشون يزوف قال يا لسان انت ملاس هو يالو قل خيرا تغنم راساتشون يناقرو ملاسي هو خيرا تناقر ترفع ما تهون الله بزو نقر خيرا تمرك الله خيرا تسبسب الله اجرا خير زرافي اجر زرافي تهون الله واسكت عن شر تسلم ككفو نقر عندما تطبق
سلاماوي تهون الله كعدغانا ككطات من قبل ان تندم كما تصصت بفيت يلو نبر. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. يا الله ملكتني عليه الصلاه والسلام دزي سيلو سمعت الله يبزو صب ابزانيا وانجلو وانجل بزو عين وانجل ينور ربنا نادم ግን አብዛኛው ወንጀልን ሸማቹ ከሰውነታችን አካል የቱ ነው? ምላስ ነው። ምላስ ኩፍር ሚሰራው ሽርክ ሚሰራው ዲን ሚሰደበው አላህ ሚሰደበው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ሚሰደበው በምላሱ ሰው ሚታማው ሰው ላይ ፍርድ የተዛባ ፍርድ ሚሰጠው በምላስ ነው። ምላስ የወንጀላችንን አብዛኛውን ክፍል የሚይዘው ነው። የምላስ ጣጣ በጣም ከባድ ነው። በዱንያም በአኺራ ተናግሮ ምላስ ተናግሮ ይሰበሰባል ሌላ ሰውነት ይጠቃል። ይሄ ከፍተኛ አደጋ መሆኑን ያሳየናል። አቡ ሂያን التيمي من لالو يا الربيع بن خي يا الربيع لج መጣችና አባቴ ሆይ መጫው ተፈልጋለሁ ስትል عباتي يمكرات مكر انديه نبر الى يا بنيتي اذهبي قولي خيرا هيجي تجاوج تشكر يلو قنا دراشن خيرا انجي اندا تناغري راساتچون يمغمغمالو لجوچاچون بزي انصالو خيرا انجي اتناغر خلاص خير نغغر كل غزي برن كفاچ لبي كفتال خير ما دامت ما يفلك سو انكون بخير كانناغركو لبو يكفتال ايچلم لذين قال الله سبحانه وتعالى نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام كفرعون قال تايزو نبي الله موسى نهارون عليه الصلاه والسلام عندنا لك فقولا له قولا لينا لسلس يعني نغغر تناغروت لعله يتذكر او يخشى ان لا الله ان يستوس يشرا ويم يفرى هنا نعم لاساتون اجد بتام محاسبه يدرغو نبره የምላስ ጣጣ በጣም ከባድ ነው። መጥፎ ነው። እንዲህ አድርገው ምላሳቸውን ይገመግሙ ነበር። ሌላ ራሳቸውን ይገመግሙበት ሌላ አጣጫ ለምሳሌ ሶላትን በጀማዓ አለ መስገዳቸው ወይም በአግባቡ አጥርተው አለ መስገዳቸው ጉዳይ ላይ በጣም ራሳቸውን ይመረምሩ ነበር። ሶላት ብዙ ሙስሊሞች እንደሚዘናጉ የታወቀ ነው። በሚያሳዝን መልኩ الله طبقوا صلاه تنققاچو طبقاچو سجدوا نبر يعني حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين الصلاه قدامي بتام كبار سلوانا النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك الصلاه فقد كفر يالوت بيننا بكهاديوش مكاكل باي امانيوش مكاكل يالو ليونت من لا ياو قال كيدان صلاه نو كتوحيد باشاغر معناتنا صلاه يتوب بتم كدوال على الرسول عليه الصلاه والسلام دليل حديثهم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه بمانኛውን ግለሰብና በኩፍር መሃል ያለው መላ ሰላት ነው ሰላትን ከተዋ አለቀለት ብለው ተናገሩ ለተረሱል عليه الصلاه والسلام እና ቀደምቶቻችን ሰለፎች በሰላት ጉዳይ ራሳቸው እንዴት እንደምንገመግሙ እንመልከት። روى الإمام أحمد يقول عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله من التابعين قال جلست إلى أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم عباد بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. كنبي عليه الصلاة والسلام قال لربوش قال أنك ذي قد قال كن يلال نبن نسمها عباد بن الصامت نبن رضي الله عنه وأرضاه سلويتر أنسوا يتوسنوا سنان والوالو يتوسنت واجبنا والو. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه منالو لا أدري ما تقول غير أني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دمتنا لكن قلني نبي عليه الصلاة والسلام اندي سيلو مسمات مسكرين ناقر الله له. أتاني جبريل من عند الله تعالى جبريل متانا وقال إن ربك أرسلني إليك جيتاي ودا انت لكونيال جيتا ودا انت لكونيال اني فطرت على امتك خمس صلوات
بأمته لا أمس صلواته قديت أدرك يالله فمن أداهن بحقوقهن وطهورهن النزين صلاة بأقباب حق تبكو بطرات يسجد طهارون تبكو أدرك وما افترضت عليه فيهن بالنزين صلاة مست قديت أدرك بتنم يفتسنا فإن له عهدا أن أدخله الجنة جنة أنداس قباو عندما أسقباو قال قبالة الله ومن انتقص من حقوقهن شيئا لصلاة حق أنه لم يقود له فلا عهد له علي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له صلاة كتوقن حق كقود له قال ذلك الله النبي قال إنه متبق قديته إلا الدنيا كفلكني قطعوا الله كفلكني لمو قرروا الله بلو علان عندي هذا القوي يتساسبون ببرا يصلاة كبدة النار لقن ينت يا سيال عندك زي من إلاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صلاة العصر بجماعة مسجد عملت أتشونا فتصدق بأرض قيمتها 100,000 درهم فما توشي درهم يميت من مريث نبراته السنة تتصدق در قوال صلاة الجماعة صلاة لفاته مكة أتشامانت إني أقول كامت إسكامت صلاة الجماعة بعملتهم من ما يمثلنا إذا نشجر على اللبن ما لسنا يهون أقول لك على اللبن ما لسنا الناس يقول الذين بروا رضي الله عنهم أرضاهم جميعا حاتم الأصم وهو رجل صالح يقول صلاة العصر في جماعة عملت أولنا أبيت سجل بتعام مالك أسجمر عنه لمن صلاة الجماعة سلام اللته نا قدن يتمتنا صلاة الجماعة سلام لفه أعظم الله أجرك قالت تعزيا نا عياته والناس عياته بتعام تكتوش ناته تنش كتر يالاته قدن يتمتنا يمتت أهون مالك كسا قيب من دون الناس لك سألت قال لو مات ابن من أبنائي لأتى أهل المدينة كلهم يعزوني لأتى أهل المدينة كلهم يعزوني أما أن تفوتني الصلاة فلا يأتيني إلا بعض أهل المدينة يموتوا لجيبه النور أني لما أطمانات لتعزياء يكتموا سهلوا ترى باربو يمت أنبر هم قل صلاة الجماعة سلام اللتين تعزياء أنت بتشانوت من الدرسي هي أسلك صينا لكا وندم يلم لك سوي اللهم ندير أسبالي إنا عندنا لي كامات كسامنت كسامنت كامات كامات قربي تاتشن ندالة والدنيا تاتشن دون الزو قرب ندالة جماعة عندما يمت أيها وكن زور بلان أنهم إن كان تعزيها من نبي سلامنا ومن أم بلان تيك إنا موتنا للسموت يموتا يموتا نتشن تعزيها ما ذلك يتشلم بما يسهزن ملكو ثم قال ماذا والله لموت أبنائي جميعا أهون عندي من فوات صلاة الجماعة أني من هذا والله صلاة الجماعة كم يعملتين لجي بموتك اللي لجي موت الدار اللي ما تلك مصيبان تلك فتنان تلك بلاءن كم هون مقاقن صلاة الجماعة كم يعملتين لجي بموت الشالين تلك مصيبين تعزيات تارقينكم ميارقين سوي اللهم تنش بجان تنش المصيبة كجماعة أنصار كدين أنصار تنش المصيبة سيقت من قنه اللهم يرغب الرب بلا لك سيلا تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون لمن دنيا لك سيلا لأنه ترك طاعة عند عبادا قديتها اللبتين صلاة الجماعة صلاة تولى تفسر تشالون صلاة تتقار المنبلو صلاة الجماعة صلاة سجلنا للو حسبوا أنفسهم على إضاعة أوقاتهم بل إلا قطعت راساتهم محاسبة يا ربتي نبلو السلف سلفوش بمن نبر قزياتهم بما باكن قد إلي راساتهم يمرمرون نبرا عندما استوالوا وعندما موتشهتوشي ብዙ ጊዜ ግዚያችንን በአብዛኛው በብዙ ነገር ነው እናጠፋው ወይም ቲቪ መመልከት አሁን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ አለ
በጣም የፈተነን ቁጭ ብሎ አንዳንዶች እንደሚሉት ለምሳሌ ቲክቶክ የሚባለው የሸይጣን ዓለም አለ ያው ኸይርም ሸርም አለ እዛ የተቀመጠ ሰው በፍጥነት ሊነሳ በፍጥነት ተነሳ የሚባለው አንድ ሰዓት የተቀመጠ ነው ይላል በፍጥነት ቶሎ ዘክቶ መነሳት ይቻላል ይሄ ጎበዙ ማለት ሌላውሳ ረጅም ሰዓት ያሳልፋል ቁርአን ቢሆንስ በጣም ከፍተኛ ጥግ አንድ ሰዓት ነው ከፍተኛ ማለት ነው ሚቆየ የዚህኛው ግን አነስተኛ ምን አይነት ነገር ነው የምንሸመተው እዛ ከሸር ከኸይሩ ይልቅ ሸሩ በጣም ብዙ ነው ፊትናው በጣም ብዙ ነው እንደዚህ ራሳችንን ግዚያቶችን ስንገል ግዚያውን አይደለም የገደልነው ራሳችንን እንደገደልን ማወቅ አለብን ራሳችንን ነፍሳችንን እየገደልናት ነው ህይወታችንን እያጠፋን ነው ሰው በመሳሪያ ራሱን ሲያጠፋ ራሱን ገደለ ይባላል ከዛ በበለጠ ግዚያውን ሲያባክን ህይወታችንን ስናባክን በእንደዚህ አይነት ነገሮች ሚነግራ ሚናገር ሚጋገር የለም ሁሉም ዝም ነው ግዚያ ሳልፍ መደበሪያ ነው አይምሮ ሪፍሬሽ ማድረጊያ ነው ይባላል ሌላ አስጨናቂ ነው ህይወት በሐራም ነው ራሳችንን እናዝናን ነው نبيك عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربي حتى يسأل عن خمسين حمس لقروتين سايد تيك ما نمسو كان لبت بوتا إبراهيم أساك أسن بلا الرسول عليه الصلاة والسلام إدمين بمن فجهو وطاتنة بمن جرسكو لنزبهن كي تامتهو بمن لا عوالكو من سرهبت ركت ستكي نبر من سرهبت بلو يميلو تياكي سايد تيك آيال فن بلوان ሰለፎች ወቅታቸውን ከወርቅ የበለጠ ሳይሆን ከነፍሳቸው የበለጠ ነበር እንደ ነፍስ አርጋው ነበር የሚቆጥሩት خلاص خير من سرابت ግዚያችን እኮ ወቅት ነው ሌላ ምን አለ አላህ ምን ገዛበት ግዜ ውድ ነገር ነው እና ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لم سالم من ينبره ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت الشمس اقترب فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي عبد الله بن مسعود اني بهوتي يتصصتكبت يقطعهبت كان يلم يتقطعهباته بزو قناتوچ አሉ በጣም ጠንካራ ቆጭቴ ግን ምንድነው ይላልው ህይወቴ መጠናቀቂያው አጀሌ የደረሰ ስራይ ሳይጨምር የመሸብኝ ቀን በጣም ይቆጨኛል ያንገበገበኛል ልበል መሞቻ ጊዜ እየደረሰ خير ስራዬ ሳይጨምር ፀሐይ ከጠለቀች ያ ምሽት ያ ቀን ለኔ በጣም የጸጸትና የቁጭት ቀን ነው صحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه እግራቸው ቀጭን ባታቸው ቀጭን ነበር እንደውም አንድ ጊዜ ዛፍ ላይ ወጡና نفس ينفس يزواتشو لي برسيل صحابو يساقوبات نبي صلى الله عليه وسلم عندنا يمسقاتشو يباتو يا اغرو تنش النتنا اللي يمسقاتشو يهكو اغرو نجي يوم القيامه الله زند كحور ترارا يبلط يمزن الله يا سونت غزفت كبدت منا من عدلنا اخره يا اخره ما ننتاچن ملكه يا سراچن طرات ميزان اندي دفا ويم ميزان اندي الفنا اندي الف يم يادرغ يقول من امضى يوما من عمره في غير حق قضاه عبد الله بن مسعود او فرض اداه او مجد اثله او حمد حصله او خير اسسه او علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه ادميون عند سو حقا سايفرد كاسالفه ويم جديتا سايوطا ወይም ደግሞ መሰረት ጠንካራ ዝናን መስርቶ ካላለፈ ወይም ደግሞ የሚያስመሰግን መልካም ነገር ሳይሰራ ይቀር ወይም ደግሞ خير ሳይመሰረት ያሳለፈ ወይም علم اقتباس አድርጎ علم ሸምቶ በመሸመት ጊዜውን ያላሳለፈ جزيون بدلوال رفسون بدلوال إلى الله سحيم مولى بن تميم دقمو بكولاتو من إلال
يقول جلست إلى عامر بن عبد الله. عامر بن عبد الله قال كتبي طبق كتاله وهو يصلي يسجد لا نقر كتبي يستطبق فتجوز في صلاته صلاة أسطروا عفتنا أرغوا أسطروا سجلنا ثم أقبل علي كزان لها لنيان أرحني بحاجتك فإني أبادر كدائهم تولوا نقرنينا أصرفين أني بطعم تشكل الله إيه تودع الدركين سايدر سبين تولوا مفتأن فلقال له من دنو متودع دوين متشكل أوين إن دائر سبه متاميات تعد فهم من دنو قال ملك الموت قال ملك الموت ملك الموت إياه صددين سلهونا إن دائر سبين تولوا كمدرسوا وفيت ملكا من أجر ماس قدم فلقال له قال فقمت عنه وقام إلى صلاته رحيم خلاص ما رجع لبيني أرجع يوم تشي تلو هيدكين صلاة كتلة جزيل لينيم لا جزيل أشأ نهنا برميس أصوت جزيل لينيم لا كجزيل أنت الشامين تلو متلون بلينينا خلاص نيم جزيل للتكم أنت بجزيل تتكم ينون بر وقال رجل قف حتى أكلمك عندنا يوم مول عنده منا له عندي قمنا لا نقرأ سيله قال فأمسك الشمس صاحب متسقم اللي يكونه ديك أسيكون دوتشن وقت المتيز اللي يكونه تقرير له أني من أدر قال له قم من اللي بها نقرها الله عليه بنا هكذا كانوا حريصين ليلة طجأ حسبوا أنفسهم على الاشتغال بغير ما يعنيهم بما يملكتها تشون قراسات تشون وطرتوس كمكتت يال هنا نجر وست كمزفك راسات شون بمت أبك لي راسات شون يمرمرون أبر إنما تقول رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قالوا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني يعني سو إسلام الناو كما مارقد ستاو أندو كترونة ويم إسلام الناو ترونة وآمر الكم يسبلو نجر أندو مسألة من تنو يما يملكتون متونوا بلا الرسول عليه الصلاة والسلام مسألة فوج يهين مسألة بمدرج ما جابتشون نجر لا جبتوا كمذاكر عند بتشون بتعامي يطبقوا يكتبوا النار راسشون يمرمرون نبرا عطاء بن رباح رحمه الله لم سال من ينبر أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى في صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته ينفعه عند سول مسال عاسفروا من ديار يسرى مزقبو تزرقتو كانوا مولو كتوات جمرو اسكماتا يسفربتنا ياسفروا مزقب مزقب سيكفت اللت لآخرا ميت اكمو عند نجر ساينور الزا يسفروا مزقبو لاي ساينور بيكر اسفروا منا ايه لبرو وانجل نورو تقار اللي ميالت قلت لهم يسرروا لدنيا بيتشالي هوني تلال يسرروا مزقبو لاي لآخرا ميت اكمو عند نجر مكوان ساي سرا ساينور مزقبو لاي سيالف عند سوا يسفروا من ليلو نبر أبي تجان رضي الله عنه زند قبو الناس وش تعمو نبرا نفيت أتشو بتعم يابرا نبري لألو ناندي بلا تيك أتشو ما منه فيته بتعم يابرا للسال أتشو قال ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين يعني من نقري اللهم قل ولت نقرش بتشا تنكرا ما استمامنو ينقرش اللو أروبي يسرتي على أروبي ما صبالة عندنا كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني ما يملكتين قد لا قلت شيء على ورم نبر ولتنيا لمسلموت لبي سلام نبر بالنزولة مكنياتش رود إتياجنيه مثلني على نبر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عند سوي داود الطائي رحمه الله زند قبا لزيارة نبيت النزيمة كان يتجمّر مكلاوت عمل الله للتو تارا قر قدامنا من يبّه أنت رأيهم كرارا لك وين أقرحان ثم قال يا إمام على أتشو يا شيخ اللي يبّه إن في سقف بيتك جذعا مكسورا بيته تارا لي يتسبّر قند ويم كورنيسون دمن له ويم انت يتسبّر على أتشو قال ابن أخي يوم دمي لجهال
إن لي في البيت 20 سنة الزبيت وست هاي أمت نور اللون ما تأملت سقفة عندك إن كورنيس مديت أراون كم كان أبيع يتشالك أستوي عليك إن بأستوله عايم سهون لا يتشالك إن دي أستوي عليك يتقان يتسبر ويتقان أي شيء إن دي بزين تستوله يتشالك ما لك وله رحمك الله سلت أراي منا قبال أنت النات أراي منا قناعي أشتوه من حس الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه ابن بشار رحمه الله انبه له عندي قزي الله ولا الله تشون ولا تاسي ناقر من له منذ 30 سنة كسلاس عام تجمره ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر عنها برقيت أنجي نزل رسات تشون سلامي ورمبرونيهم من ناقرت لسلاس عام تأكل يكرتام يستيك أين نقر سويتش نقرتان لتأيك ما سجددين نقر من ناقر يأن أرستا وسميلان فسق عندنا نقر ولم يلنا الناي كرتا لما تأيك أن تجدد لنا عند الزينة نقر قد مونياكم ملان وكذلك أحد السلف رحمه الله ميست اللي فتاة فلا قال تكبابا منا نا من جنو الساس كفاتش من جنو الساس قال لو تشكر سيلوت قال العاقل لا يهتك ستر امرأته عاقل قال لو سو يميست يتشفن مع النت عاد قالتهم على فتت فتفتوا بها لا لمن فتها تسيلوا تقال ما لي ولمرأة غيري نسأل لي لا سوى مست من أقباني مست على الله كمان مست يهونك على ورده تنسأل لي لا سوى مست من أصور رنيا الناس وزن دي ناقر فلقونه السجن لا لا سين بطبق بالناقر تنادي أنتك وتنبزو ناقر النوار لنا بها لكن نتسغط ويمي شقرنا ويانوتو ويانا لامتو شقر سلف وش قلنا زيها نبرهم راسها تشون ديها رقوبة عامي قمقمو نبر بليلو تشم الكام سرات تشولاي وينجل ان داي سارو بهلوم يهوتات تشو زرف راسها تشون يقمقمو نبر الناس اندزي راسها تشون يقمقمو نبر ان ياسي عباد الله اندزيه نفسها تشون يزو هنيتات تشون قمقمو لزيه نو الله مرتع درقو ويمرتات تشون اكا معلنا تشون كأيرو يا الله رضا أغني رضي الله عنهم ورضوا عنه تبالوا صحابة وكزوالي متنتم سلف خير أن يتهونوا إن يام تاريع ينسنا رأي النام السالية تكتلا بزود كمة النال لبنت رد عليه لهم بهلهم هم بتكسنا تشو عينة وشم بليل وشم كفلوش ندزيهو سلزي نعم قوم بنا راسات شنن مقمقم اللبن الله سبحانه وتعالى فيتن መቀረባችን አይቀርም መቆማችን አይቀርም መመርመራችን አይቀርም ይህ የማይቀር መሆኑን ካመንን ታዲያ ቀደምም ላይ መግቢያ አካባቢ እንዳልነው በአኺራ ለማመን ማመናችን ጥንካሬው መገለጫ አንዱ ራሳችንን እንድንመረምር ማድረጉ ነውና አላህ ፊት መቆማችን አይቀርም ራሳችንን እንመረምር ሰውን እንደምግን ቢባል أسر لك تستو ما ناقونم زاري قناعي ينوم سو كافت آتارو جمرو هل منا مقام قماعي كتانم ألا بابا سواب بلالو تقولو نقر من ناقونم ما ناقونم لراسات چنقن بيستن من المرمريهن راسات چنقن قمقن ببالس انفتش ببالس سو ما مرمر كالان من ما يكبر راسات چنقن قمقن اندان دي ميازوراني مسلين يعني قراي قبانا كيتو لجمر كيتو هلو نقر بستوبن تجري لهم كيت من جمر راساتشن ان مرمر عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه دار تحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا كما مرمرات وفيت راساتشن مرمر وزنوها قبل ان توزنوا كما مزنات وفيت مزنات وتاهبوا للعرض الاكبر الله فيت لمنكم بيت يا ادغنياو الله فيت من قالوا بيت غزينا ساعات الله لزان الزجاج يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه الله فيت كربن من اللي يصور نجار يلم كلهم بقلت مي ما تعبت كذي على يا كان كمدرسة بفيت زاري بعلن ساعات زاري بعلن هيوت راساتنا بهلهم هيوت كفلن جمجم ملكام يا الله باري وتشن هنا لن الله سبحانه وتعالى بس ما هو تتكامي تدرجن حقنا سايتون من نكتل الله درجن هذا والله تعالى أعذى وعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.